احب اطمن كل عشاق النجم الكبير عبد الحسين عبد الرضا انه بخير والحمد لله. انا كلمت بنته ملال النهارده وطمنتنا على صحته وقالت ان الحمد لله احسن. عبد الحسين عبد الرضا بقى له اسبوع او 10 ايام في المستشفى، ان شاء الله يقوم لنا بالسلامه. وعايز اقول لكم كمان النهارده عيد ميلاد عبد الحسين عبد الرضا 6 ديسمبر، رغم ان جوجل والانترنت غلطانين وكاتبين 15 يوليو، لكن انا باكد لكم النهارده عيد ميلاده. كل عام وانت بخير يا ابو عدنان. وانا بحب اقول لكم ان عبد الحسين عبد الرضا دوت ايقونه الكوميديا بالنسبه لي، اذا كان في الخليج ولا العالم العربي. وانا شايفه من الفنانين القلائل اللي بيكتب لهم اعمال باسمهم رغم ان مر عليهم 50 سنه واكتر في عالم الدراما والتمثيل. انا شايف ان عبد الحسين عبد الرضا ده لو كان موجود في دوله فيها صناعه سينما قويه كان ما شاء الله عنده ارشيف حافل من الاعمال السينمائيه. طبعا احنا ما نقدرش ننسى اعمال عبد الحسين عبد الرضا، اذا كانت المسرحيه ولا اذا كانت الدراميه، ما شاء الله عليه حدث ولا حرج. في الاخر بنقول لعبد الحسين عبد الرضا كل عام وانت بخير يا ابو عدنان، وتقوم لنا بالسلامه، واحنا مفتقدينك، افتقدناك السنه اللي فاتت في رمضان، اتمنى نشوفك في رمضان اللي جاي يا ابو الملايين.